شلون ماكو تناغم؟ أقول لك أنا قانوني القديم يؤمن بالمركزية بالقرار. نعم. لأن كانت سلطة الدولة سابقة المركزية. مركزية. قانون مجالس المحافظات يؤمن باللامركزية في موضوع توزيع الموارد. يعني شنو لامركزية؟ يعني القرار المحلي للمجالس المحلية. إذا يتعارض المحلي مع الاتحادي ما ممكن بدولة يشتغلون مركزية ولا مركزية. ليش إحنا بدينا نشتغل مركزية ولا مركزية؟ يعني إحنا بحكم انتقالي صار لعشرين سنة. ما ثبتنا على قرار نهائي. صحيح. نظام الحكم عين بين بالدستور. إحنا نقول أكو مشكلة في التنسيق. أكثر من كلمة تنسيق، أكو مشكلة في القوانين. القانون أقل من التنسيق. نعم. الدستور واضح، قال ينظم. هم شوفي الدستور يقول ينظم. ينظم. لهذا أنا أقول لا للتحريم للتنظيم. الدستور يقول بالمادة 124 ينظم وضع العاصمة، ينظم وضع العاصمة بقانون. هذا القانون النظمة احنا بظل يعني احلفك بالله احنا ننظم القانون لو مجلس التشريعي فوق النيابي. النيابي لازم ينظم هذا القانون. فآن الأوان لزملائنا في مجلس النواب الموقر واللي هم كلهم خير وبركة 68 واحد عن بغداد، 68 نائب عن بغداد، فازوا ب 17 منطقة إدارية زائد الأقليات، يجتمعون يقولون آن الأوان خلنا نطرق قانون العاصمة لازم يقر. وضع القانون من يقر تتقر ويا مجموعة حصيلة تعليمات وضوابط تتطابق مع الخريطة الجديدة لبغداد، نحل مشكلة المتجاوز، نحل مشكلة الخضار، نحل مشكلة الموارد المادية، نحل مشكلة التداخلات بالصلاحيات ما بين المحافظة والأمانة وما بين الأمانة والوزارات ذات العلاقة.